يجب أن نستحضر التجارب التاريخية الماضية، يجب أن نستحضر تجربة الشهيد الصادر عندما تخلى العلماء وتخلت الحوزة العلمية عن دورها ولم تقف الموقف الذي كان ينبغي أن يتخذ. قتل الشهيد الصدر وطويت صفحته وتم القضاء على الحوزة، وحتى الذين سكتوا في ذلك الوقت لم يتركهم نظام صدام وشأنهم. عندما ننظر إلى تجربة الشيخ فضل الله النوري الذي أعدم في طهران، يجب أن نتعلم من هذا الدرس. عندما ننظر إلى تجربة الشيخ النمر وهي حاضرة شاخصة أمامنا، أنا هنا في هذا المكان تكلمت وقلت أنه إذا قتل الشيخ النمر لن يقف الأمر عند حد الشيخ النمر، وأن الساكتين أول من سيتم استهدافهم إذا مر مسألة إعدام الشيخ النمر بسكوت وهدوء ولم يكن هناك ردة فعل. اليوم ما يجري يجب أن لا يتكرر، على الناس أن تتحمل مسؤوليتهم التاريخية. قد نتصدى ونسجل موقف ولكن ليس في وقته المناسب. التوابون سجلوا موقفا من حادثة كربلاء ولكن سجلوه متأخر، لم يجني الثمرة بعد فوات الأمان. الذين قاتلوا مع التوابين 4000 مقاتل، لو كانوا في كربلاء لتغير التاريخ، لو كانوا في كربلاء لتغير التاريخ. اليوم إذا لم نسجل موقف ولم نقف موقفا قويا وشجاعا وغيرنا مسر التاريخ وتصدينا لمخططات الأعداء، فإن العواقب سوف تكون وخيمة، ليس على الشيخ فحسب بل على الجميع بلا استثناء، حتى أولئك الذين يجلسون في بيوتهم، بل حتى أولئك الذين يشاركون النظام في مشاريعه. العواقب سوف تكون وخيمة، وخيمة جدا. خلنا نقرأ التجربة، تجارب موجودة حاضرة حاضرة شاخصة أمام عيوننا. إذا نسينا الأحداث القديمة، قضية الشيخ النمر واضحة، أمس مو من زمان، بالأمس القريب جدا، وآثار هذه الجريمة واضحة، لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى توضيح ولا إلى تبيان. أعتقد أن ينبغي على علماء الدين أن يقوموا بخطوتين. الخطوة الأولى نشر ثقافة التضحية والإيثار والمقاومة والصبر والتحدي ورفض الذل، هذا موقف مطلوب من العلماء وهو دورهم ومسؤوليتهم. اليوم مسؤولية ملحة على علماء الدين، ينبغي عليهم أن يتصدوا إليها. والخطوة الثانية والمسؤولية الثانية التي تقع على مسؤولي على عاتق العلماء هي التحشيد للحضور. يجب أن يتصدى علماء الدين لحث الجماهير وتشكيل وفود والذهاب لحماية الشيخ وإعلان التضامن معه. إذا وصلت الرسالة إلى النظام بأن علماء الدين والجماهير الشعبية قد تخلوا عن شيخ عيسى، فإنه سوف يكون لقمة سائغة للنظام. أنا ما أنظر إلى شيخ عيسى على أنه فرد، أنا أنظر إلى شيخ عيسى على أنه يمثل واجهة للتشيع في البحرين، واجهة للشعب في البحرين، واجهة للثورة في البحرين. اليوم إذا سقط شيخ عيسى كل التشيع يسقط.
إذا استفردوا بشيخ عيسى لن تبقى حرمة لأي أحد، لأي أحد، لا من شأن ديني ولا شأن سياسي، لا في البعد الديني ولا في البعد السياسي. لذلك أعتقد أنه ينبغي أن نوضح لأبناء الشعب خطورة المرحلة التي نعيشها، وهذا دور الجهات السياسية وعلماء الدين، النخب وعلماء الدين دورهم يوضحون للناس خطورة المرحلة اللي نعيشها، وثانيا أن يتصدوا لتحشيد الناس للدفاع عن شيخ عيسى ونشر ثقافة التضحية والصبر والصمود والتمرد، لأن النظام إذا لم يجد منا ردة الفعل التي تردعه فإنه سيمضي في مشروع، وهو ماضي في مشروع، ماضي في مشروع. أنا إذا أقرأ الأحداث من أول يوم تم إسقاط الجنسية على الشيخ إلى اليوم أشوف هناك خطة واضحة ينفذونها برواقة عقل بهدوء. أول يوم أخرجوا زينب وأبعدوها خواجة، أبعدوها من البحرين بالتهديد. ثاني يوم اعتقلوا نبيل رجب. ثالث يوم أغلقوا جمعية الوفاق وجمعية الرسالة وجمعية التوعية. رابع اللي بعده أسقطوا جنسية الشيخ. اللي بعده هجموا بيت الشيخ. اللي بعده حاصروا الدراز بشكل متسلسل. في البداية خلوهم يعتصمون، بعدين قاموا يشددون عليهم يسوون حصار ونقاط تفتيش، بعدين سدوا كل الطرق، بعدين استدعوهم بس للتحقيق باحترام وخلونهم يمشون بيوتهم، وبعدين الآن يعتقلونهم بعد شهر. أنا أقول إذا لم نغير سياستنا وطريقة تعاملنا مع النظام في غضون شهر سوف نجد الشيخ عيسى إما في السجن إما خارج البحرين، إما في السجن أو خارج حدود البحرين. إحنا علينا أن نغير من سياستنا، يجب أن نستشعر خطورة المرحلة، وهذا دور العلماء ودور الجهات السياسية ودور النخب. القضية ما صارت قضية شخص شيخ عيسى، حتى لو كانت القضية قضية شيخ عيسى علينا مسؤولية أن ندافع عن المظلوم، أن نتصدى للظلم، أن ننصر المظلوم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. فما بالك القضية ليست محصورة في شخص الشيخ عيسى، وإنما هوية وطن وقضية وطن وقضية دين وقضية شعب. لذلك ينبغي أن نستنفر كل طاقاتنا وكل جهودنا، وأن ننشر ثقافة التضحية والتحدي والتمرد. صحيح الناس تبي تعيش، بس لازم ننبههم لمسؤولياتهم. نحن اليوم نمر في منعطف خطير تاريخي يحدد مستقبل البحرين ومصير البحرين ومصير شعب البحرين. إذا كل واحد يبي يعيش حياته وإحنا نخليه على راحته يعيش حياته، خب مستحيل نرسم تاريخ البحرين، مستحيل نرسم مستقبل البحرين. ليش عجل طلعنا ثورة؟ خلي الناس تعيش. ليش طلعنا ثورة؟ لا يغير التاريخ إلا المضحون، إلا الصابرون، إلا المجاهدون. لذلك علينا أن ننشر ثقافة الجهاد والتضحية والصبر والتمرد لنستطيع أن نغير الواقع الموجود في الخارج.